صفقات الاهلي نار ودمار يا ريت يا جماعه نكثف الدعاء لاهالينا في فلسطين في الفتره الصعبه دي الجزائري زين الدين بيه العيد قطر المصري يوسف ايمن المغربي المميز جدا الظهير الايسر بديل علي معلول يحيى عطيه الله البركيني محمد كوناتي صفقات مهمه جدا للنادي الاهلي بتقترب في الساعات القادمه سؤال طبعا مهم جدا ليه النادي الاهلي دلوقتي بيهتم جدا بالصفقات الاجنبيه رغم ان الموسم الاهلي لسه موصلش النص بالنسبه لبطوله الدوري المصري الاجابة بسيطة احنا عندنا في مصر الدوري لسه ممكن يخلص كمان 3 سنين لكن بالنسبة للعالم كله الدوريات خلصت ودلوقتي احنا في فترة الانتقالات وبالتالي الاندية المصرية مطالبة من دلوقتي ان هي تعمل صفقاتها الاجنبية استعدادا للبطولات القارية في الفترة القادمة للأسف الشديد دي المعاناة اللي بنعانيها دايما دائما وابدا في الدوري المصري الاهلي عنده ارتباطات كأس الانتر بعد كده في 2025 بإذن الله كأس العالم للأندية الدوري أبطال أفريقيا السوبر الأفريقي بطولات كتيرة جدا للأندية المصرية ولازم الأندية تعمل حسابها من دلوقتي عايز اقول لكم ان في بعض اللعيبه مش هتكمل الموسم مع انديتها المحليه بالنسبه للدوري المصري ليه؟ لان هيجي لهم عروض اوروبيه يعني لو جالهم عروض اوروبيه هيتنقلوا من دلوقتي لان الموسم بره قرب يبدا واحنا هنا لسه بنقول يا هادي. خلونا نبدا من يحيى عطيه الله في مفاوضات متقدمه جدا ما بين النادي الاهلي وما بين نادي سوتشي الروسي للتعاقد مع اللاعب المغربي المميز ده طبقا لموقع في الجول اللي بيقول ان اللي متبقي فقط لا غير هو التوصل لاتفاق مع النادي الروسي وده امر متاح في الفتره القادمه باذن الله. طبعا يحيى عطيه الله لاعب مميز جدا بيلعب في مركز الظهير الايسر، المركز اللي دلوقتي النادي الاهلي عايز له تدعيم بعد اصابه النجم التونسي الكبير علي معلول. يحيى عطيه الله انضم لنادي سوتشي الروسي في يناير الماضي لعب 11 مباراه جاب فيهم جون وصنع ثلاث اهداف طبعا يحيى عطيه الله كان موجود مع المنتخب المغربي في المونديال الماضي مونديال قطر اللي حقق فيه المنتخب المغربي معجزه واستطاع ان يحصل على المركز الرابع لاعب مميز بالتاكيد وصفقه مهمه جدا اللاعب صاحب ال29 عام لو انضم للنادي الاهلي هتبقى قوه هجوميه كبيره جدا للنادي الاهلي وخير تعويض للنجم علي معلول. وكيل اللاعب محمد كوناتي المهاجم البوركيني ابلغ مسؤول النادي الاهلي انه موافق هو وموكله اللاعب للانضمام للنادي الاهلي في الفتره المقبله. لجنه الكوره بالنادي الاهلي هتعرض الامر على المدير الفني السويسري مارسيل كولر علشان ياخد القرار النهائي في اللاعب، اللاعب مميز جدا، لاعب بيتميز بقدرات بدنيه هايله، المدير الفني السويسري مارسيل كولر كان مقتنع بيه لكن بالتاكيد قد يحدث في الامور امور هيتم عرض الامر على المدير الفني ويتم اتخاذ القرار النهائي، اليومين اللي فاتوا كان في بعض التعثر في المفاوضات بسبب وجود بعض العروض الاوروبيه للاعب، لكن يبدو انه في الساعات القادمه هيكون قريب جدا من النادي الاهلي باذن الله. قلب الدفاع زين الدين بلعيد المدافع الجزائري، مدافع فريق اتحاد العاصمه الجزائري قاب قوسين أو, او ادنى. من الانضمام للنادي الاهلي تقريبا الصفقة هيتم الاعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة جدا اللاعب هينضم للنادي الاهلي لمدة اربع اعوام في شرط جزائي في التعاقد بتاع اللاعب معنا دي بيبلغ 750 الف دولار النادي الاهلي هيدفعهم ويبقى من حقه الحصول على البطاقة الدولية للاعب اللاعب هيحصل كراتب على 2 مليون و ألف دولار مبلغ كبير طبعا لكن على الأربع مواسم 500 أو الموسم 600 بعد كده 700 بعد كده نختم التعاقب بتاعه ب 800 ألف دولار في الموسم في كمان قلب الدفاع القطري صاحب الأصول المصرية يوسف أيمن أو أيمن يوسف لاعب الدحيل القطري اللاعب قريب جدا من الانضمام للنادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة يقدر النادي الاهلي في الموسم ده يشوف الامكانيات بشكل واضح بالنسبة له داخل أرض الملعب بالنسبة للعيبة اللي هتمشي من النادي الأهلي المهاجم الفرنسي أنطوني مودست في شبه اتفاق ما بين الإدارة وما بين الجهاز الفني إنه مش هيستمر الموسم القادم لو اللاعب وافق إن هو يمشي بنهاية شهر ستة هيمشي يعني الموضوع شبه منتهي رضا سليم بيرسي تاو مستمرين بالتاكيد بنسبه مليون في الميه في صفوف النادي الاهلي طبعا المهاجم الفلسطيني اللي بيعامل كمصري المهاجم اسامه ابو علي مكمل بالتاكيد في ظل المستوى المميز جدا اللي بيقدمه مع القلعه الحمراء في الفتره الماضيه بعد انضمامه للنادي الاهلي في فتره الانتقالات الشتويه الماضيه بالنسبه لي احمد قندوسي ومحمد الضوي كريستو صعوبه في صعوبة في استمرارهم داخل صفوف النادي الاهلي في الفترة المقبلة، احمد قندوسي ممكن يتم اعارته مرة اخرى لاحد الاندية بره مصر، بالنسبة لكريستو لاعب صغير في السن 19 ولا 20 سنة، موهبة كبيرة اعتقد برضه ان النادي الاهلي هيسعى لاعارته الفترة القادمة ويظهر بشكل افضل قدام الجهاز الفني لان يبدو ان مفيش قناعه من المدير الفني السويسري الكبير مارسيل كولر بامكانيات اللاعب. مارسيل كولر تحدث في الصحافه الفترة الاخيرة بشكل كبير خصوصا للصحافه الاجنبيه واتكلم بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا استوقفني تصريح مهم جدا بالنسبه له بيقول عدم الفوز ببطوله الدوري المصري هذا الموسم هيشعل الامور داخل النادي الاهلي رغم كل البطولات اللي انا حققتها وده قدر اي مدير فني للنادي الاهلي بالتاكيد يا عم كولر الاهلي انهى منذ دقائق قليله مباراه وديه امام فريق المستقبل واستطاع ان هو يفوز بهدف نظيف لمحمود عبد المنعم كهربا طبعا تعاقدات نادي الزمالك ربنا يكون في عون نادي الزمالك وفي جماهير نادي الزمالك اهم حاجه دلوقتي عند مجلس اداره نادي الزمالك هي مشكله خالد بوطيب الغرامه الكبيره جدا اللي موقعه على نادي الزمالك علشان يقدر يفتح القيد ويضم لعيبه الغرامه 2 مليون و400 الف يورو غير كده نادي الزمالك مش هيقدر يضم صفقات فباعتقادي الشخصي الاولويه دلوقتي عند يعني نادي الزمالك حل الازمه دي بعد كده نبتدي نفكر في صفقات محمد عواد حارس المرمى اللي بينتهي تعاقده بنهايه هذا الموسم يبدو ان الامور هتمشي وهيتم التجديد ليه محمد عواد النهارده نزل صوره ليه على مواقع التواصل الاجتماعي ليه هو ورئيس نادي الزمالك يبدو ان الامور هتمشي بعد ما سمعنا ان في تعثر وفي عروض تركيه وعروض سعوديه للحارس الدولي محمد عواد المتواجد حاليا في معسكر منتخبنا الوطني بقياده الكابتن حسام حسن، كان في كلام ان نادي الزمالك تعاقد مع محمد مجدي حارس الداخليه وحارس النادي الاسماعيلي الاسبق لكن يبدو ان لسه الامور ما مشيتش بشكل تام، في صفقات بالتاكيد لنادي الزمالك لكن زي ما بقول لكم الاولويه حاليا لحل أزمة خالد بوطيب وللأسف الشديد أزمة كبيرة جدا بتضرب الأندية المصرية التعاقدات العشوائية ويحصل إيقاف للقيد دلوقتي عندنا الزمالك عندنا المصري عندهم إيقافات للقيد النادي الإسماعيلي داخل برضه عشان أزمة كارميلو الأندية المصرية مش هتقدر تشارك في مشاركات دولية بدون حل الأزمات بتاعتها مع اللعيبة بالنسبة لفيفا فالموضوع صعب والموضوع خطير لازم يتم حله في الفترة الجاية بإذن الله مصدر داخل النادي الإسماعيلي بيؤكد أن دلوقتي مجلس الإدارة ولجنة الكرة عندها أولوية التجديد للكابتن إيهاب جلال للفترة الجاية طبعا التعاقد بتاع كابتن إيهاب جلال مع النادي الإسماعيلي الموسم واحد فقط لغير ينتهي بنهاية هذا الموسم في تقدير وفي إعجاب من مسؤول النادي الإسماعيلي ومن الجماهير على اقل تقدير بالاداء اللي بيقدمه لعيبه نادي الاسماعيلي داخل ارض الملعب رغم الظروف الصعبه والنقص الواضح جدا في الكثير من المراكز داخل ارض الملعب لجنه الكره كابتن علي ابو وكابتن عماد سليمان هيحاولوا ان هم يمدوا التعاقد بتاع الكابتن ايهاب جلال الفتره القادمه الفريق طبعا عنده مباراه مهمه جدا في الدوري المصري بعد العوده باذن الله من التوقف الدولي امام فريق بي عمل مباراه وديه امام المريخ السوداني خسر واحد لا شيء هيعمل مباراه وديه لحد الجاي باذن الله امام فريق بروكسي ويوم الثلاث برضه هيعمل مباراه وديه امام فريق زد قبل مواجهه بي اخر المباراه بتاعه النادي الاسماعيلي في بطوله الدوري المصري التعادل الشهير اللي جه في الثواني الاخيره اللي ريمونتادا امام البنك الاهلي 2-2 بعد كده الفريق عمل مباراه في كاس مصر واستطاع ان هو يكسب فريق نادي القناه 2 واحد مصر وغينيا بيساو التصفيات المؤهله للمونديال القادم باذن الله طبعا المنتخب المصري عمل فوز مهم جدا على بوركينا فاسو 2 واحد كلام كتير جدا بعد المباراة حول الأداء وحول المستوى الشوط الأولاني اللي المنتخب ظهر فيه بشكل كويس وجاب هدفين الشوط الثاني اللي حصل تراجع كبير لكن أهم حاجة دلوقتي بإذن الله إن احنا ناخد الثلاث نقاط من غينيا بيساو على أرضها وسط جماهيرها المباراة مش سهلة مفيش مباراة دلوقتي في القارة الأفريقية خارج أرضك بتبقى سهلة علشان نتكلم بموضوعية ومنطقية ياريت نبعد عن أي مشاكل دلوقتي امام عاشور كابتن ابراهيم حسن كابتن رضا عبد العال يا ريت يخف التصريحات شويه لمصلحه المنتخب المصري في الفتره القادمه محمد صلاح شارك في المباراه وواضح ان في تفاهم في تصالح ما بينه وما بين الجهاز الفني محمود حسن تريزيجيه طبعا تعظيم سلام على المستوى الهايل اللي بقدمه مع منتخبنا الوطني في الفتره الماضيه باذن الله يقدر منتخبنا الوطني يرجع بالثلاث نقاط قولوا يا رب وحشتوني كتير والله ياريت تعمل لايك للفيديو تعمل شير للفيديو اعمل لايك للصفحه ما تنساش الكومنت بتاعك تفضوا على في فلسطين بالنصر يا رب اشوفكم على خير شكرا ليكم وسلام عليكم